الخطأ الطبي أصلا لا يمكن حصره بشيء معين، لكل حالة لها ظروفها ولها خطأها فيها، ولكل تخصص من التخصصات الطبية لها يعني نموذج من الخطأ وعدة نماذج فيها. والخطأ الطبي طبعا عرف في نظام أو قانون مزاولة المهن الصحية هو أن يكون على خلاف الأصول المتعارف عليها في المهنة، وهذا أيضا يطول عرضه وشرحه، لأن الأصول المتعارف عليها هذه مدارس، فالمدارس أحد في أمريكا وأحد في أوروبا دارس، وأحد دارس في 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 الاتحاد السوفيتي، وأحد دارس وين قصدي في روسيا، وأحد دارس في باكستان، وأحد دارس في مصر، فلكل له أصوله وتعارف في هذه المسائل. أيضا اللي هو لكن في المادة 27 في القانون، في قانون وزارة الصحة، حددت أمثلة وليست حصرية، مثل الإهمال في المتابعة والرقابة، الإشراف مثل الاستشاري يكون ما هو مشرف على فريقه، الأخصائي ما يكون معتني، الطبيب المقيم ما كل يؤدي دوره، في إهمال، ربما استخدام آلات غير معقبة، ربما آلات يعني ما يعرفوا يستخدمها فاستخدمها في غرفة الجراحة، ممكن أيضا في غرفة العمليات، ربما أيضا أنه يسوي تجارب ما هي متعارف عليها.